قامات ومقامات. فن النطق بثماني نغمات، قرآن في لحن بتغني، إبداع في وصف آيات. مشاهدي قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم، رمضان كريم، نرحب بكم في العدد الثاني من سلسلتكم الرمضانية برنامج قامات ومقامات في عدده الثاني. في العدد الأول كما تابعتم تناولنا مقام البياتي، واليوم سنتناول مقاما آخر ألا وهو مقام الرصد أو الرصد كما يعرف. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ المقرئ الخبير في علم المقامات الأستاذ عمر الشلبي، أهلا بك على قناة الجزائر الدولية. أهلا أخي صيام، بارك الله فيك، شكرا. إذن أكيد أن المشاهد اليوم يتابع وينتظر أن نشنف مسامعه وأفكاره بالرصد وبهذا المقام الثاني، مقام الرصد. هذا المقام الذي هو أصله كلمة فارسية وتعني الاستقامة. هذا المقام مقام الرصد الذي يمتاز بالفخامة، ومعظم أئمة المدينة المنورة والحرم المكي الشريف يعني يحبذونه، أمثال الشيخ الحذيفي والسديس والمحسني، وكلهم يقرؤون على مقام الرصد. والأكيد أيضا أن الأستاذ عمر الشلبي أنت شخصيا تميل كثيرا لمقرئي المسجد الحرام والمسجد المكي. هو كنت في التراويح قديما وإلى يومنا كنت أقلد الشيخ الحذيفي الحصري رحمه الله، علي جابر، ونقرأ بهذا المقام لأنه مقام مستقيم. أنت عندما تسمع تقول القارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تحس حاجة طويلة هكذا في الأداء، مستقيمة يعني. نعم مستقيمة. فكنت أقلد مثلا الشيخ علي جابر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان أبوهم في الأداء الشيخ الحذيفي. الحذيفي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. هذا كله مقام الرصد. فاختاروا في مكة المكرمة هؤلاء المقرئين الذين يؤدون بهذا المقام لكي يرتاح السامع، ثم يأتي سديس، ثم المعيقلي في البياتي، يعني يغيرون أجواء القراءة بالمقامات وبأصوات لكي يرتاح السامع. تصور أنت أخي صيام لما المقرئ يجي يقرأ صلاة التراويح الله أكبر كله بالرصد، لا، أو بالبياتي. ولهذا هذه الأنغام جميلة جدا لكونها أنها متنوعة كتنوع الأسامي، يعني يستمع أنه يعني يتمعن في آيات الله، في نعم الآيات التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة مثلا. نعم، وهو يصلح كثيرا في القصص القرآني. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوف الجمال تعلم. ولكن في صلاة التراويح تكون القراءة مسرعة شوية نسموها الحدر، الحدر وهي السرعة في القراءة والتدوير بينهما والتحقيق قراءة الشيخ عبد الباسط. نعم. لو مثلا طلبنا منك الأستاذ عمر شلبي أنك يعني أيضا تشنف ما سمعنا بابتهال على هذا المقام مقام الرصد. طبعا طبعا. قامات ومقامات رب هذا القلب رب هذا القلب مذ جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني هذا النشيد معروف لدى المنشد العالمي أبو الجود في سوريا ربي ينصر إخواننا في سوريا والله يفرج عليهم وفلسطين إن شاء الله. نعم. إذن عمر شلبي الخبير في علم المقامات بارك الله فيك وأنت على هذا خبير في التقديم ربي يحفظك شكرا على هذا يعني المقام مقام الرصد. نأتي إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم الرمضاني قامات ومقامات، نلتقي إن شاء الله العدد القادم في مقام آخر وفي أصوات أخرى وفي ابتهالات أخرى دائما مع الأستاذ عمر الشلبي. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معكم لنهار اليوم، إلى اللقاء. ومقامات فن النطق بثمانين غمات قرآن في لحن بتغني إبداع في وصف آخر